بص يا جماعة، يمكن عندنا ايه في بعض الناس كده ما عندهاش ثقافة التعامل مع الملابس المستعملة، او بالاخص كده ايه ازاي ممكن نعيد مرة اخرى يعني تدوير كده الملابس المستعملة بشكل مختلف. ليه لا؟ في البعض ممكن اول ما يحصل له حاجة على مثلا القميص بتاعه، ولا مش عارف صغر عليه، ولا ايا كان الموضوع، يروح البعض ممكن يرميه، او البعض الاخر يسيبه في الدولاب عنده يقول لك ايه مش هيخسر، مع انه مش مستفيد بيه اصلا وحد تاني ممكن يستفيد بيه. نفس الشيء برضو عندنا بقى ايه بعض الملابس المستعملة اللي موجودة في أغلبية المناطق فيك يا مصر، مش بس القاهرة يعني، بس لو بنتكلم بالأخص عندنا هنا من أكبر المناطق دي هي الوكالة. عندنا الوكالة عندنا ياه، هتلاقي كل بقى اللي انت عايزه هتلاقيه هناك، وأغلبية كمان الناس والفنانين اللي هم بيبقى ليهم أعمال درامية وأعمال فنية بيلجأوا للوكالة عشان خاطر الشخصيات بتاعتهم اللي هم محددينها فيلاقوا ليها الشغل بتاعهم. ليه بقى ده ما يكونش في حياتنا احنا؟ ليه لما يحصلش عندي او يحصل عندي قطع في اي قميص، اي تي شيرت في البنطلون بتاعي، ليه ارميه وخلاص واجيب واحد غيره؟ طب ما ممكن استغله. نوران البنان بقى هي اللي فكرت في الفكره دي، وكمان هي يعني فنانه فعلا، لان هي قررت تعمل اعاده تدوير مره اخرى بقى ايه للملابس المستعمله باشكال مختلفه وفنيه رائعه جدا. ازيك يا نوران؟ ازيك، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، كله 100 100، كله تمام الحمد لله. نوران، ايه الموضوع؟ بدأنا الموضوع منين وازاي وانت كمان فنون جميلة؟ اوكي، بدأت الموضوع ازاي؟ انا كنت بشتغل عادي جدا، شغل فول تايم، وقبل الشغل عديت على الوكالة، كنت اوريدي بشتري من الوكالة بقالي سنين يعني، فعديت كده لوحدي على الوكالة، فببص لقيت بنطلون مبقع، وانا عادة بسيب الحاجات المبقعة وبشوف غيرها يعني، فجات لي فكرة فجأة اللي هو ايه ده، طب انا كده كده برسم، ليه ما اخبيش البقعة دي برسومات وتمام كده، هو هيبقى اتصلح، لان انا بشوف حاجات كتير قوي حلوة هناك بايظه، حاجه بسيطه جدا وبتبقى الكواليتي بتاعتها حلوه، بس اصحابها رموها عشان بقعت ومش عارفين يعملوا ايه. يعني انت لقيتي بنطلون قدامك حلو بس فيه بقع، وقلت لا هاخده برضو، مش هسيبه، ما سعره حلو، هو سعره كويس، سعره كويس جدا، البياع حط له سعر ولا حاجه، وهو كواليتي تحفه وكل حاجه حلوه، بس فيه شويه بقع، فقلت بقى هجيبه وارسمه، والموضوع ده نجح، فقلت ايه ده، خلاص انا عايزه اعمل كده. بدات بقى من هنا المشوار بتاعك؟ سبت شغلي بقى وقررت ان انا هعمل كده بس، وبدات اعمل محتوى على انستجرام وتيك توك ويوتيوب عن الفيديوز اللي هي ابسايكلينج ورسم وحاجات كده. انت بتطبعي على الملابس ولا بترسمي؟ لا، برسم رسومات يعني، بترسميها بايديكي؟ برسمها. اي حاجه ينفع يترسم عليها؟ اي حاجه ينفع يترسم عليها، اي حاجه، اي خامه يعني. اي خامه؟ طب وليها مواصفات معينه من الالوان من الرسومات دي يعني؟ الى حد ما لو تعمقنا شويه، بس هو اي حد ممكن يشتري الوان قماش من المكتبه ويرسم على حاجته يعني. طيب كان ايه اغرب حاجه انت عملتيها بالنسبه لك واصعبهم شويه؟ هو اصعب حاجه غير اغرب حاجه، اغرب حاجه الاثنين مختلفين عن بعض بالنسبه لك. مختلفين. اصعب حاجه ممكن ساعات بيجي لي اوردرز كده، عشان بتبقى بدماغ الحد اللي عايزها، فبحاول اقرب من دماغه، فدي بتبقى صعبه شويه. ده اللي بتطلب منك؟ اللي بتطلب مني الناس تبعت لي هدومها عشان ارسم لها عليه، سواء بقى مبقعه او سليمه او اي حاجه. لكن اغرب حاجه كانت جيبه كده جبتها من الوكاله الشتاء اللي فاتت، وكانت فيها زي حرقه من مكوى، جيبه جلد، فقررت ارسم عليها وجوه الفيوم، فرسمت بقى بورتريهات، ودي كانت اغرب حاجه يعني، بس الناس عجبتها قوي يعني. بتاخد منك وقت قد ايه تنفذها في الرسم؟ على حسب، عشان انا كمان بصور فيديو وانا برسم وبأدت وكده، فممكن من يوم لاسبوع يعني، على حسب ده اوردر ولا ده فيديو ولا ده حاجه لنفسي ولا ايه. طيب انت الموضوع بدا معاكي بقى مشروع دلوقتي صح؟ الناس بتجيلك تقول لك مثلا لو عندي قطعه واحده حتى، اقول لك القطعه دي باظت مني، القميص باظ مني، فعايز يعني نشوف له صفه نعمل فيه. وانا يعني بحاول بالمحتوى اللي انا بقدمه ادي الناس حلول غير الرسم، عشان مش كل الناس بتعرف ترسم يعني، ممكن مثلا تطرزوا ومش عارفه تحطوا زراير تخبوا القطعه كده، بس انا الحاجه اللي انا متخصصه فيها اكتر الرسم. ففي ناس ساعات بتبعت لي تقول لي ممكن تطرز لنا على دي، ببقى اللي هو لا يعني انا رسم اكتر، بس ممكن اديك مثلا يعني اقتراح تعمل تطريز بسيط كده يعني. طب ايه اكتر